السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء طلاب الصف الأول الثانوي، أهلا بكم في الجزء الثاني من درس حضارة بلاد العراق. اتكلمنا في الجزء الأولاني عن نظام الحكم في بلاد العراق، واتكلمنا عن إيه أهم الدول اللي ظهرت في بلاد العراق، وفرقنا ما بين حضارة بلاد العراق وحضارة مصر القديمة. النهاردة أو في الفيديو بتاع النهاردة أو في الجزء الثاني هنتكلم فيه عن مظاهر حضارة بلاد العراق القديمة. يعني ايه مستر؟ يعني سكان بلاد العراق كانت حياتهم السياسيه عامله ازاي، والعسكريه والاقتصاديه والدينيه والثقافيه، زي ما اتكلمنا في الترم اللي فات عن حضاره مصر. هنبدا كلامنا بالحياه السياسيه والعسكريه، ونبدا كلامنا بالحياه السياسيه، والمقصود بكلمه حياه سياسيه يعني نظام الحكم. وعرفنا من الفيديو اللي فات ان بلاد العراق كانت دول مستقله، دول صغيره، وكل دوله ليها حاكم، وكمان ما بين حكام الدول دي او ما بين حكام المدن دي كان في صراع وحروب، وده السبب الرئيسي اللي ادى الى انهيار حضاره بلاد العراق او دوله بلاد العراق. عشان كده تكون نظام الحكم في بلاد العراق من دويلات صغيره سميت باسم دويلات المدن، ولكل مدينه اسره حاكمه، حاكم، والحاكم بتاع كل مدينه كان بيطمع في اراضي المدن المجاوره له، والهدف من كده انه كان عايز يعمل امبراطوريه. وبسبب طمع حكام دويلات المدن ده ادى الى ان بقى في صراع ما بين دويلات المدن او مدن بلاد العراق، وده سبب رئيسي في سقوط دولة العراق. الى جانب كمان المعبود او الاله اللي كان عند بلاد العراق كان هو بيعتبر الحاكم الحقيقي للمدينة. الحاكم الحقيقي للمدينة هو الاله او المعبود. طب الملك ايه دوره؟ الملك في نظر سكان بلاد العراق هو وكيل هذا الاله او هذا المعبود. يعني ايه وكيله؟ يعني مندوبه، هو المندوب عنه عن الارض. ايه ده يا مصر؟ الكلام ده بيشبه الحضارة المصرية القديمة، صح الكلام. حضارة مصر كان مصريين القدماء بيعتبروا الملك هو ابن الاله، وبما ان الملك هو ابن الاله يبقى الملك مقدس. بنفس الشكل او بنفس الطريقة سكان بلاد العراق كان بيعتبروا المعبود هو الحاكم الحقيقي والاساسي، ولكن الملك هو وكيل الاله بتاعه على الارض او في حكم البلاد. وده دليل على ان كان في تشابه سياسي ما بين مصر وما بين بلاد ايه؟ العراق. اما بقى الحياه السياسيه العسكريه اللي كانت موجوده عند سكان بلاد العراق، اول حاجه كانت الخدمه العسكريه الزاميه على طول، لا ايام الحرب فقط. تاني كانت الخدمة العسكرية في بلاد العراق إلزامية. يعني إيه كلمة إلزامية يا مستر؟ يعني إجبارية أيام الحرب فقط. يعني لو في حرب الجيش بيجمع، مفيش حرب يبقى مفيش جيش، تمام. وفضل الموضوع ده موجود لحد لما جه العهد الأشوري أو العصر الأشوري أيام الملك سارجون الثاني، أيام الملك سارجون، فأصبح الجيش دائم على طول، سواء كان في حرب او ما فيش حرب الجيش متجمع زي دلوقتي او في زي زماننا بتاع دلوقتي. امتاز الجيش في العراق بالقوه والبراعه والقتال والتطور في فن الحرب، فنجح بذلك في تحقيق انتصارات كبيره جدا، ونجح الجيش يعمل امبراطوريه كبيره جدا شملت العراق والبحر المتوسط اللي هي في نقيا دلوقتي او بلاد الشام، وفي بعض الفترات كانوا بيحتلوا مصر في بعض الفترات. بعد ما اتكلمنا عن الحياه السياسيه والعسكريه هنتكلم عن الحياه الاقتصاديه، ولما نيجي نتكلم عن الحياه الاقتصاديه اكيد اكيد هنتكلم عن اولى النشاط الاقتصادي واهم الانشطه الاقتصاديه اللي كانت موجوده في بلاد العراق هي الزراعه. والزراعه كانت اولى الانشطه لان البيئه في بلاد العراق كانت بتساعد على ذلك. ايه المقصود بكلمه البيئه؟ وجود نهري دجله والفرات الذي ساعد على خصوبه اراضي بلاد العراق. ولما الاراضي بلاد العراق تكون خصبه بسبب وجود نهرين ده يساعد على وجود الزراعه. افهم من كده ان النشاط الاساسي لسكان بلاد العراق هو الزراعه. هو الايه؟ الزراعه. والسبب في كده هو توفر مياه نهر دجله والفرات والقيام بمشروعات الري وخصوبه التربه. اهم المحاصيل زي القمح والشعير والخضروات والفاكهه. يا مصر احنا لما جينا اتكلمنا السنه اللي فاتت او الترم اللي فات عن مصر قلنا ان مصر كانت الارض كلها ملك للفرعون، يعني ملك للدوله، ولا يحق لاي شخص انه يملك الايه؟ يملك الارض. عشان كده قلنا ان ما كانش في حاجه اسمها ملكيه خاصه. ملكيه ايه؟ خاصه. طب هل الكلام ده اللي كان موجود في مصر هو نفس الكلام اللي بتطبقه بلاد العراق؟ لا. فعشان كده بنتكلم عن ملكيه الارض، بقول كانت ملكيه الارض في العراق للافراد. يعني انا كفرد من سكان بلاد العراق من حقي املك ارض، بعكس اللي كان موجود في مصر. وده بقول لك هو كانت ملكيه الارض في العراق للافراد، بخلاف الوضع اللي كان موجود فين؟ في مصر. وده اختلاف ما بين حضاره مصر وحضاره بلاد العراق
في الملكية الأراضي أو ملكية الأرض. عشان كده ممكن يجي لي سؤال يقول لي كان يوجد اختلاف بين حضارة مصر وحضارة بلاد العراق ويجيب لي أربع اختيارات، أكيد الاختيار كان في إيه؟ كان في ملكية الإيه؟ الأراضي. الصناعة، الصناعة اعتمدت بشكل كبير جدا على الأدوات الزراعية. ليه؟ لأن هم أصلا حضارة زراعية، عندهم نهرية دجلة والفرات، إلى جانب وجود الأسلحة، والدلالة على كده إن هم كان جيش قوي جدا، والمنسوجات اللي كانت بتعتمد أيضا على الزراعة والحلي والنجارة والحدادة. أفهم من كده إن الصناعة في بلاد العراق كانت نوع واحد ولا متنوعة؟ متنوعة. واللي بيساعد على تنوع الصناعة عموما هو تنوع الموارد الاقتصادية أو المواد الخام. فالمواد الخام في بلاد العراق كانت متنوعة، وده ساعد على تنوع الصناعة. أما التجارة، السبب الرئيسي في نشاط التجارة في بلاد العراق هو الموقع الجغرافي المميز. تاني، السبب الرئيسي في نشاط التجارة في بلاد العراق هو الموقع الجغرافي المميز اللي أنا اتكلمت عنه في الفيديو اللي فات. فعشان كده بقول نشاط التجارة أو الرحلات التجارية إلى الهند وإلى فارس، بلاد فارس إلى إيران دلوقتي، وإلى آسيا الصغرى، آسيا إيه؟ الصغرى، وبلاد الشام ومصر. وعرفت سكان بلاد العراق المكاييل والموازين أو الأوزنة، يعني كان عندهم بيوزنوا حاجات زي كده. يبقى الأماكن التي تاجرت معها بلاد العراق هي الهند وبلاد فارس وآسيا الصغرى وبلاد الشام ومصر. تعالوا بقى نتكلم عن التواصل الاقتصادي بين مصر وبين بلاد النهرين اللي هي بلاد العراق. في حاجة اسمها أختام اسطوانية، مجموعة من أختام. الأختام دي على شكل اسطواني أو على شكل دائري بمعنى صح، عثر عليها في مدينة في الجيزة اسمها مدينة جرزة. الأختام دي بتنتمي إلى حضارتين من حضارات بلاد العراق، اسمهم حضارة الورقاء وجندة مصر. حضارة الورقاء وجندة مصر، وده دليل على إن كان في تواصل اقتصادي بين مصر وبلاد إيه؟ وبلاد العراق أو بلاد ما بين النهرين. والأختام الأسطوانية الأربعة دول عبارة عن أختام كانت بتستخدم في المعاملات التجارية والكلام ده كله، فلها علاقة بالإيه؟ لها علاقة بالتجارة أو لها علاقة بالحالة الاقتصادية. إذن التواصل اللي كان ما بين مصر أو لما لقينا أربع وجود أختام أسطوانية أربعة في مدينة جرزة ومحافظة الجيزة، دليل على كان في تواصل اقتصادي بين مصر وبين بلاد العراق. هنتكلم بقى دلوقتي عن الحالة الاجتماعية وطبقات المجتمع اللي كانت موجودة في بلاد العراق. لو هنفتكر مصر، مصر كانت كم طبقة؟ حد فاكر؟ أربع طبقات، صح الكلام. مصر كانت أربع إيه؟ طبقات. ولكن في بلاد العراق كانت ثلاث طبقات. طب أيهما أفضل؟ لما تكون الدولة عدد طبقات الحياة الاجتماعية بتاعتها ثلاث طبقات ولا أربعة؟ لا، الأفضل أربعة. لأن لما كلما الطبقات تزيد عددها كلما دل ذلك على أن في عدالة اجتماعية، وكلما قلت الطبقات الاجتماعية كلما دل ذلك على أن في ظلم اجتماعي. لأن لما الطبقات الاجتماعية بتقل ده بيساعد على زيادة الفوارق الاجتماعية بين الشعوب أو بين الشعب الواحد. فلما الفوارق الاجتماعية تزيد ده ظلم اجتماعي، والفوارق الاجتماعية بتزيد لما عدد الطبقات الاجتماعية بيقل. وهنا في بلاد العراق ثلاث طبقات، أما في مصر كان أربع طبقات، ففي مصر هي الأفضل. تعالوا بقى نتعرف على الطبقات الاجتماعية في بلاد العراق. أولى الطبقات هي الطبقة العليا التي تشمل أعوان الملك، تمام، وكبار رجال الدولة ورجال الدين وأصحاب الشأن. أفهم من كده إن السلطة الدينية تمركزت في الطبقة العليا، السلطة الدينية والسلطة السياسية تمثلت في الطبقة العليا. نروح على الطبقة الوسطى، الطبقة الوسطى شملت الموظفين وصغار ضباط الجيش والجنود والصناع والتجار. إذن الطبقة الوسطى شملت حاجتين، حاجة اللي هي الجانب الاقتصادي بسبب وجود الصناع والتجار، يعني الحالة الاقتصادية كانت موجودة في الطبقة الوسطى، تمام، والموظفين، تمام، الصناع والتجار والموظفين دول دليل على ان الحياة الاقتصادية كانت متجمعة في الدولة الوسطى او الامور الاقتصادية. طب الجيش والجنود كانوا فين؟ كانوا برضو في الطبقة الوسطى. ولو افتكرنا احنا قلنا من شوية ان الخدمة كانت في الاول الزامية واجبارية وقت الجيش، ولكن لما جت الدولة الاشورية خلتها الزامية على طول. طب لما تخليها الزامية على طول الدولة الاشورية، ده هيساعد على زيادة اني طبقة، العليا ولا المتوسطة ولا الدنيا؟ اكيد طبعا المتوسطة. ليه؟ لان المتوسطة بتضم ضباط الجيش والجنود، بتضم ضباط الجيش والايه؟ والجنود. افهم من كده عندما تم تحويل نظام التجنيد من اجباري وقت الحرب الى اجباري على مدار السنة، ادى ذلك الى زيادة
الطبقة المتوسطة، زيادة أعداد أفراد الطبقة المتوسطة. أما الطبقة الدنيا اللي هي بيسموها دنيا نسبة إلى الأدنى أو إلى الأقل، هي تضم أسرى الحروب اللي اتخذوا أسرف حروب، أو من يستدينون ولا يستطيعون وفاء دينهم، اللي هم الناس اللي عليهم دين وما عرفوش يدفعوا الدين اللي عليهم بسبب الفقر، أو العبيد معنى صح. فالفقراء اللي عليهم دين وأسرى الحروب والعبيد، كل دول أفراد في الطبقة الدنيا. العادات والتقاليد في بلاد العراق تمثل بالأدب العام واحترام كل منهم للآخر، كل فرد كان بيحترم الآخر. هنتكلم دلوقتي عن الحياة الدينية لسكان بلاد العراق. كان للدين تأثير عميق في حياة سكان بلاد العراق القديم، دي أول معلومة، زي بالضبط مصر، غير في حياتهم وغير في شخصيتهم زي ما غير في حياة سكان بلاد العراق وفي شخصية سكان بلاد العراق. المعابد في مصر كان اسمها معابد، ما عندناش اسم تاني ليها، ولكن في بلاد العراق كان بيسموها باسم تاني، بيسموها باسم الزاكورات. تاني، كانت المعابد بيسموها باسم الزاكورات. وبالمناسبة المعابد عند بلاد العراق كان ليها أدوار متعددة، كان ليها أدوار متعددة. أول الأدوار أكيد طبعا دور ديني، لأن المعابد دي أو الزاكورات كانت مكان لإقامة الشعائر الدينية لعبادة الآلهة، صح الكلام، فده يدل أن لها أهمية دينية، ماشي يا مستر. وكان كمان لها أهمية سياسية، سياسية؟ ليه؟ لأن المعبد دوت أو الزاكورات كان مكان يتوج فيه الملك. يعني يتوج فيه الملك؟ يتولى الحكم، مراسيم تولي الشخص دوت الحكم أو الملك للحكم بتاعه كانت بتتم فين؟ بتتم في المعبد أو الزاكورات، وده بيدي للمعبد أهمية سياسية، أهمية سياسية. بس يا مستر خلاص؟ لا، كان كمان المعبد أهمية ثقافية. هنعرف دلوقتي حالا أن سكان بلاد العراق اخترعوا كتابة، سكان بلاد العراق اخترعوا كتابة، هذه الكتابة تعرف باسم الكتابة المسمارية، هذه الكتابة تعرف باسم الكتابة المسمارية. طيب المعبد ما كانش مكان للعبادة بس، لا، ده كان مكان بيتعلم فيه الناس، يعني مكان للتعلم. ولما خلي المعبد مكان للتعلم، ده بيدي للمعبد أهمية ودور ثقافي، بيدي للمعبد أهمية ودور ثقافي، إلى جانب كمان السجلات والعقود اللي كانت بتكتب كانت بتوضع فين؟ في المعبد، وده برضو بيدي للمعبد أهمية ثقافية. أهمية إيه؟ ثقافية. يبقى المعبد له أهمية سياسية لأنه كان مكان يتوج فيه الملك، وله أهمية دينية لأن كان مكان يقام فيه الشعائر الدينية، وكان مكان له أهمية ثقافية لأنه كان مكان يتعلم فيه الناس وتوضع فيه السجلات والعقود. أفهم من كده أن المعبد أو الزاكورات في بلاد العراق كان لها أدوار متعددة. تعالوا بقى نتكلم عن خصائص الحياة الدينية. يعني إيه خصائص الحياة الدينية؟ يعني أهم ما يميز الحياة الدينية لدى سكان بلاد العراق، ونحاول كده نعمل التشابه والاختلاف ما بين الحياة الدينية في مصر اللي احنا خدناها الترم الأولاني وما بين الحياة الدينية في بلاد العراق. أول حاجة وأول تشابه بين الحياة المصرية أو الحياة الدينية في مصر والحياة الدينية في بلاد العراق هو تعدد المعبودات. مصر كان عندها تعدد في المعبودات، وسكان بلاد العراق كان عندهم تعدد في المعبودات. تعالوا نتكلم عن سكان بلاد العراق. السبب يا مستر اللي خلى في تعدد في المعبودات لسكان بلاد العراق هو إن سكان بلاد العراق كانوا بيعبدوا ظواهر طبيعية، والظواهر الطبيعية اللي حوالينا كتير، فمنهم اللي كان بيعبد الشمس، منهم كان بيعبد القمر، منهم بيعبد أي حاجة طبيعية أو أي ظاهرة طبيعية ربنا خلقها. فبسبب الظواهر الطبيعية اللي عبدها سكان بلاد العراق، ده أدى ذلك إلى تعدد المعبودات عند سكان بلاد العراق. تمام؟ مصر زمان في الترم الأولاني يعني كنا عرفنا أن عندها معبود محلي ومعبود عام، معبود محلي لكل إقليم ومعبود عام يحكمه أو يعبده سكان مصر جميعا. نفس الكلام كان عند سكان بلاد العراق، كان هناك معبود محلي وآخر معبود عام. أهم الآلهة لسكان بلاد العراق أنه، تاني، أهم الآلهة لسكان بلاد العراق أنه، وده بعد بنعتبره كبير المعبودات، وكان يمثل السماء، والسماء من ضمن الظواهر الطبيعية. المعبودة عشتار، دي ست، المعبودة عشتار وهي ربة الحب والحرب والسلام، ربة الحب والحرب. المعبودة عشتار هي ربة الحب والحرب. أما تاني الخصائص الدينية لسكان بلاد العراق هو الاعتقاد في البعث والخلود، وده تشابه تاني يا شباب بين حضارة مصر وحضارة بلاد العراق. اعتقد سكان بلاد العراق ان هم هيعيشوا لفترة وهيموتوا، وبعد لما يموتوا هيبعثوا ويعيشوا للأبد زي مصر بالظبط.
لذلك وضعوا الطعام والشراب مع موتاهم. وكانت الحياة، طب يا مستر ايه ده، يعني ايه ده، المسلمين القدامى برضو كان بيحطوا الطعام والشراب بجوار الموتى، صح الكلام، بس في اختلاف بسيط في البعث والخلود ما بين مصر وما بين سكان بلاد العراق. ايه هو الاختلاف ده بقى؟ ان مصر قالت لك ان احنا بعد لما نموت هنصحى، وبعد لما نصحى هنعيش، وقالوا لنا هنعيش ازاي، يعني الحياة ما بعد الموت كانت واضحة عند سكان مصر والحضارة المصرية القديمة، ولكن في بلاد العراق كانت الحياة بعد الموت غامضة، ما ادانوش، هم ما قالوش تصور وتخيلهم ازاي الحياة هتكون موجودة بعد الموت. يبقى الاختلاف البسيط في الاعتقاد في البعث والخلود ما بين مصر وما بين سكان بلاد العراق، ان سكان بلاد العراق كانت الحياة عندهم بعد الموت غامضة. سؤال، هل كان في تواصل اجتماعي وديني بين مصر وبين سكان بلاد العراق؟ طبعا تأثرت بلاد النهرين بالمعتقدات المصريين، مثل الاعتقاد في البعث والخلود او البعث والحياة بعد الموت، وده احنا اتكلمنا عنه. الى جانب كمان ان في بعض الآلهة في بلاد العراق عبدت في مصر، بعض الآلهة في بلاد العراق انتشر عبادتها في مصر، زي مين؟ عشتار، او المعبودة عشتار، ودي عبدت في مصر زمن الملك رمسيس الثاني، والملك رمسيس الثاني دوت من ملوك الدولة الحديثة، الملك رمسيس الثاني من ملوك الدولة الحديثة. افهم من الكلام ده ان التواصل الديني ما بين سكان مصر وسكان بلاد العراق كان في عصر الدولة الحديثة، كان في عصر الدولة الايه؟ الحديثة. هنتكلم دلوقتي يا شباب عن الحياة الفكرية والثقافية، واول حاجة هنتكلم عنها في الحياة الفكرية والثقافية هو الكتابة. وسبق وقلت ان سكان بلاد العراق اخترعوا شكل خاص ليهم من الكتابة، عرف باسم الكتابة المسمارية، وسميت الكتابة المسمارية بهذا الاسم لان كانت الحروف تشبه شكل المسمار، المسمار اللي احنا بنحطه في الخشب او بندقه في الخشب، بنفس الشكل دوت كانت الكتابة المسمارية معمولة كده، فعشان كده سموها باسم الكتابة المسمارية. وكانت الكتابة المسمارية تكتب باقلام من الخشب. طب بيكتبوا على ايه؟ على ورق البردي؟ لا، كان بيعملوا لوحه من الطين، يجيبوا كده طينه ويفردوها ويضغطوا بالقلم الخشب ده على الطين ويعملوا شكل الحروف اللي هي بيسموها الكتابه المسماريه، وبعد لما يعملوها على الطين يحطوها في النار فتنشف وتحول لحجر صلب ويبقى الشكل اللي اتناقش عليها موجود. استخدموا هذه الكتابه في تدوين الوثائق والسجلات، تمام؟ ولما الكتابه دي ظهرت اللي الكتابه المسماريه ادت وظيفه جديده للمعابد، لان المعابد كان لها وظيفه دينيه فقط من خلال ان هي مكان لعباده الالهه، المعابد اللي هي عند سكان بلاد العراق اللي اسمها الزقورات، ولكن باختراع الكتابه الكتابه دي اللي هي الكتابه المسماريه اعطت وظيفه جديده للمعابد، وهو او هي الوظيفه الثقافيه، الوظيفه الثقافيه من خلال ان كان المعبد مكان لتعليم الكتابه، الى جانب كمان المعبد كان مكان لوضع فيه السجلات والمخطوطات. اما المجال الثاني من مجال الحياه الفكريه هو الادب. ترك لنا سكان العراق تراثا من الادب، يا اما تراثا تاريخيا يعني بيكتبوا موضوعات في التاريخ، وسبق قلنا ان كلمه ادب يعني مثلا انا كمحمد بكتب موضوعات في التاريخ في كتب، فدي نسمى ادب تاريخي، او واحد تاني بيكتب موضوعات لها علاقه بالدين فدي نسمى ادب ديني، او قصص او اساطير. اذا سكان بلاد العراق الادب عندهم تنوع مثلما تنوع عند الحضاره المصريه القديمه، ومن اشهر الاساطير الدينيه في عهد السومريون قصه الطوفان، من اشهر الاساطير الدينيه التي ظهرت في عهد السومريون كانت قصه الطوفان. اما العلوم برع العراقيون القدماء في العديد من العلوم كالحساب والفلك، ورصدوا النجوم والكواكب، ووضعوا التقويم الشمسي، ووضعوا تقويما شمسيا كاملا، كذلك اهتموا بالطب، تمام، وضعوا تقويما شمسيا كاملا و اهتموا بالطب والايه والهندسه، ودي اهم العلوم التي اهتم بها سكان بلاد العراق. بعد ما اتكلمنا عن الحياه الفكريه هنتكلم عن الحياه الفنيه والفنون والعماره والانشاءات والرسوم والنقوش اللي برع فيها وتمازى بها سكان بلاد العراق. ونبدا كلامنا بالعماره. تنوعت فنون العماره ما بين بناء المدن والمعابد والقصور، ومن اشهر ملوك بلاد العراق الذين اهتموا جدا بالجانب المعماري هو نبوخذ نصر. إذا لك على كده عمل حاجتين، أول حاجة عمل حاجة، الحاجة دي تعتبر إحدى عجائب الدنيا السبع، اللي هي عبارة عن حدائق معلقة في مدينة بابل التي عرفت باسم الحدائق المعلقة. إلى جانب كمان اللي هو بنى أبراج بابل الشهيرة، والحاجتين دول اللي عملهم تدل على براعة نبوخذ نصر وبراعة سكان بلاد العراق في الجانب المعماري. إلى جانب كمان في ملك بقى، الملك ده عمر مدينة وخرب مدينة، عمر مدينة اسمها مدينة نينوي، وخرب مدينة اسمها مدينة بابل. سنحريب ده دمر مدينة بابل،
وقال أنا هعمل مدينة أجمل من مدينة بابل. فعشان كده عمل مدينة أو عمر أو تم بتعمير وتطوير مدينة اسمها مدينة نينوي. فده الملك اللي احنا بنتكلم عنه، السكان بلاد العراق اللي خرب المدن أو خرج إحدى المدن، اللي هو الملك مين؟ سنحريب. أما فن النحت، سكان بلاد العراق تميز بالدقة والمهارة، وأشهر النماذج اللي تدل على براعة سكان بلاد العراق في فن النحت هي الثيران المجنحة. والثيران المجنحة تشبه في نحتها نحت تمثال في مصر يعرف باسم تمثال أبو الهول، وتمثال أبو الهول له جسم أسد على الرأس إنسان. بنفس الفكرة دي، بنفس الفكرة دي العراقيين اتأثروا بينا وعملوا ما يعرف باسم الثيران المجنحة. طور له جناحين، صور برأس إنسان له جناحين، فده بيشبه تمثال عندنا في مصر الفرعونية اللي هو تمثال إيه؟ أبو الهول. وده دليل على التواصل في جانب أو في الحياة الفنية ما بين مصر وما بين بلاد العراق. أما بالنسبة للرسوم والنقوش، اهتم سكان بلاد العراق القديمة بالرسوم والنقوش والتصوير على الجدران والمعابد وتشييد المسلات، ونقشوا عليها وقائعهم وانتصاراتهم ورحلات الإيه؟ الصيد. آخر حاجة هنشوفها هي التواصل الثقافي والفني ما بين مصر وما بين بلاد العراق، اللي بلاد العراق خدته من مصر وإن مصر خدته من بلاد العراق. أخذت بلاد العراق عن مصر نظام الهرم المدرج اللي هو الملك اللي عمله الملك زوسر، والملك ده من ملوك الدولة القديمة، تمام؟ فإذا لما يجي يقول لي إن سكان بلاد العراق خدوا مننا نظام الهرم المدرج، ده يعود الكلام ده بيعود لأي زمن؟ لزمن عصر الدولة القديمة في مصر. طب إيه اللي مصر خدته من بلاد العراق؟ فن رسم الحيوانات المجنحة واستخدام الأختام مثل أختام الملكية، مثل الملك حور محب، إن الملوك كلهم خدل. وده اللي قلد الملك المصري اللي قلد ملوك بلاد العراق في استخدام الخدم الملكي كان الملك حور محب. والملك حور محب من ملوك الأسرة 19، أفهم من كده إنه من ملوك الدولة الحديثة، من ملوك الدولة الإيه؟ الحديثة. خلاصة الكلام إن وصل ذروة أو قوة أو قصرة التواصل بين مصر وبين سكان بلاد العراق في عصر الدولة الإيه؟ الحديثة. وكده يا شباب أكون خلصت معاكم الجزء الثاني والأخير من درس حضارة بلاد العراق، وأشوفكم في الدروس الجاية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.